الآن أيضا ننتقل إلى زميلي خليل البلوشي وتتويج من قبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى الفائزين في المراكز الثلاثة الأولى. سموي راعي المناسبة حفظه الله، وقدمها الدكتور حمود فليطح مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة، وسعادة الشيخ أحمد اليوسف رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وتكريم الحكام أو تكريم أولا النادي العربي، النادي العربي الفريق الذي وصل إلى الدور نصف النهائي وكان حاضرا على مستوى هذه البطولة، الفريق الذي توج بلقب بطولة كأس سمو ولي العهد أربع أو سبع مرات سابقة. الآن رئيس نادي النصر يتقدم أيضا لاستلام التكريم الخاص بنادي النصر، الفريق الذي لعب المركز أو المربع الذهبي وأيضا حصل على المركز الثالث من لدني سمو ولي العهد، مناصفة مع النادي العربي المركز الثالث النصر، والعربي العربي خسر أمام القادسية والنصر خسر أمام الكويت، وبالتالي الفريقين مناصفة للمركز الثالث يتقدمون للسلام على سمو ولي العهد راعي المناسبة. حضوري أيضا معالي رئيس مجلس الأمة سيد مرزوق علي الغانم بحضور رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف الصباح، أيضا في المنصة الرئيسية مجلس إدارة وأعضاء نادي النصر يتقدمون من أجل السلام على سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح راعي المناسبة، الرجل الذي جاء منذ بداية المباراة وحضرها بالكامل دعما للشباب ولكرة القدم وللرياضة الكويتية في حضور رئيس الاتحاد الدولي ديان إيفانتينو في المنصة الرئيسية هنا في ملعب جابر الأحمد الدولي. ننتظر الآن تقدم لاعبو نادي القادسية من أجل الحصول على الميداليات الفضية، ولكن قبل ذلك تكريم حكام المباراة النهائية مباراة سمو ولي العهد، المباراة التي نجح من خلالها الكويت في تحقيق لقبه السابع. الإماراتي سلطان المرزوق حكم المباراة، المساعد عبد الهادي العنزي هو المساعد الثاني جاسم الشمالي. أيضا لا ننسى بأن نتكلم ونتحدث حقيقة على مراقبين المباراة اليوم اللي قدموا كل شيء ممكن من أجل إنجاح هذا الحدث، محمد غازي العتيبي، علي عبد العزيز العنزي، جاسم العميري، وبالإضافة إلى طارق الملا زميل والإعلامي والمعلق طارق الملا، أيضا من مراقبين المباراة، حضور مميز ويعني تنظيم على أعلى مستوى، وحدث حدث سنوي يحتفل من خلاله أبناء الكويت بهذه التظاهرة الرياضية الكبيرة وبالتحديد على مستوى كرة القدم. تشريف سمو ولي العهد لهذه المباراة وسام وتاج على رؤوس كل الرياضيين وبالتحديد على لاعبي كرة القدم من خلال رعايته الكريمة لهذه المناسبة. انتظار حكام المباراة النهائية لهذه البطولة التي انطلقت في عام 1994، القادسية من يتربع على عرش صدارتها بتسعة ألقاب ثم الآن الكويت والعربي ولكل واحد منهم سبعة ألقاب سالمية بلقبين، وكاظم حقق لقبا وحيدا
في هذه البطولة كان في النسخة الثانية في عام 95. كويت يتوج للمرة السابعة، الأولى كانت في 94 في النسخة الأولى على حساب نادي كاظمة، ثم بعد ذلك فاز في المرة الثانية على النادي العربي بثلاثية نظيفة في عام 2003، ثم عاد للتتويج في 2008 على حساب القادسية في الوقت بدل أو في الوقت الإضافي. البطولة الرابعة كانت في عام 2010 بركلات الترجيح على حساب النادي العربي، الخامسة كانت على حساب خيطان في 2011، السادسة كانت على حساب نادي القادسية في عام 2017 بركلات الترجيح. هذه المرة الثالثة التي يتوج الكويت بطلا على حساب نادي القادسية في منافسات هذه البطولة والسابعة في تاريخه. تقدم حكام المباراة النهائية للسلام على سمو ولي العهد ولتكريمهم على أدائهم وإدارتهم للمباراة النهائية بوجود معالي رئيس مجلس الأمة السيد مرزوق علي الغانم الموقر، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح حفظه الله، بوجود أصحاب السمو والمعالي الشيوخ أصحاب المعالي الوزراء، بوجود سعادة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ديان إيفانتينو، سمو الشيخ أيضا ناصر لمحمد الأحمد الصباح حاضرا في المنصة الرئيسية، وكذلك الشيخ فيصل سعود الصباح من الأسماء المتواجدة في المنصة الرئيسية. هذا الدعم، هذا الحضور، هذا الاهتمام دليل بحول الله على أن القادم سيكون أفضل بالنسبة لكرة القدم. بعيدا عن كل شيء، اتحد أبناء الكويت فلا مستحيل أمامهم. حكام المباراة النهائية الدولي الإماراتي سلطان المرزوقي ومعاوني كل من عبد الهادي العنزي وسعود الشمالي، وحكام أيضا تقنية الفيديو اللي كانوا موجودين اليوم بالرغم من عدم الاستعانة بها وعدم الحاجة لها من خلال هذا اللقاء، لكن أيضا مجرد تطبيق هذا أو هذه التقنية في المباراة النهائية أيضا خطوة أخرى بحول الله للأمام لكرة القدم الكويتية. أزال تكريم الحكام مستمر، توقيع من أجل الذكرى والاحتفاظ بكرة المباراة. مباشرة رئيس الاتحاد الدولي أيضا قد يتجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل المباراة النهائية التي ستقام يوم الجمعة القادم والتي تأهل لها منتخب اليابان بانتظار طرف عربي بحول الله، إما قطر أو الإمارات، ضمان وجود منتخب عربي نقف كلنا بجانبه نشجع نؤازرة، ونسأل الله أن يكون اللقب عربيا في الأراضي الإماراتية. هذا جيان إنفانتينو وحديث مع سمو رئيس مجلس الوزراء أو عفوا مع معالي رئيس مجلس الأمة السيد مرزوق علي الغانم. الآن حكم المباراة الإماراتي سلطان المرزوقي، رجل الذي قدم أداء كبيرا جدا صاحب 38 سنة، مباراة
مميزة بالنسبة لهذا الحكم. ومساعدة أيضا يتقدم للسلام على سمو ولي العهد راعي المناسبة شيخ خالد الفهد رئيس نادي القادسية، رجل الذي بكل تأكيد سيواصل مسيرة النجاح، مسيرة من سبقه، مسيرة أخوانه ومن كان قبلهم لهذا النادي الكبير، لهذا الصرح العملاق، من أجل أن يقوده مرة أخرى إلى منصات التتويج. القادسية لا ييأس، لا يشبع من منصات التتويج. اليوم وصيفا سيعود مرة أخرى كبطل. يتقدم الشيخ خالد الفهد لاعبي نادي القادسية من أجل السلام على راعي المناسبة سمو ولي العهد والتكريم الخاص بالمركز الثاني والميداليات الفضية. بدر المطوع أحد أبرز الأسماء التاريخية في كرة الكويت، هو الآخر حاضرا. فهد المجمد اللاعب الذي لم نشاهده في مباراة اليوم، لكن أيضا من الأسماء التي ستسجل حضورها خلال أيام قادمة. البديل حارس المرمى الاحتياطي أحمد الفضلي. يتقدم عبد الله ماوي اللاعب الذي كما ذكرت قدم أداء مميزا جدا خلال الموسم القادم، انتقل في هذا الموسم إلى أن يكون حاضرا مع نادي القادسية. هذا المنسق الإعلامي لنادي القادسية، بينما هنا اللاعب أيضا سيف الحشان لاعب نادي القادسية، لم نشاهد نعم في مباراة اليوم، لكن أيضا كان حاضرا خلال مواسم ماضية. المحترف أيضا إسراء حموية يتقدم بقية اللاعبين الحاضرين من خلال هذا اللقاء وفي مباراة اليوم، من شارك ومن لم يشارك. فارس سعيد اسم أيضا رغم من أنه لم يكن حاضرا في مباراة اليوم، لكن يتقدم هذا الرجل حارس المرمى، قدم أداء كبير في هذا اللقاء. والحديث عن خالد رشيدي حارس المرمى، يوسف ناصر لم يسجل لكنه سيعود بكل تأكيد مرة أخرى إلى أن يكون حاضرا. أحمد رياحي لاعب نادي القادسية بديلا في مباراة اليوم، البديل إكسل ماي اللاعب اللي مطلوب منه يقدم أداء أكبر خلال الفترة القادمة مع نادي القادسية. خالد محمد إبراهيم المدافع الصلب. بقية الأسماء القدساوية، تتقدم القادسية بطلا لهذه المسابقة في 9 مرات، لا زال محافظا على رقمه القياسي. القادسية الفريق الوحيد الذي حقق اللقب في 3 مرات متتالية، كانت في 2004 و 2005 و 2006، وبالمناسبة المرات الثلاث كلها كانت على حساب نادي الكويت. كل المرات الثلاث كانت على حساب نادي الكويت، آخر ألقاب أيضا كان في النسخة الماضية على حساب نادي الكويت، اللقب 9 بالنسبة لنادي القادسية على مستوى منافسات كأس سمو ولي العهد. أيون مارين المدرب الذي حقق الألقاب مع نادي الكويت لا زال يبحث عن اللقب الأول، يتحدث إلى الشيخ خالد الفهد ويحظى بدعمه وثقته لأجل تكملة الإشوار في قادم هذا الموسم. لا زالت هنالك بطولة كأس سمو أمير البلاد، ولا زال بالإمكان أيضا على مستوى منافسات بطولة الدوري، الفارق 7 نقاط فقط، وبالتالي ممكن أن يعوض هذا الفارق بقية أعضاء الجهاز الفني والإداري. هذا دكتور النادي، دكتور نادي القادسية دكتور عبد الله فريح، أيضا هو الآخر يتقدم للسلام على سمو ولي العهد. عبد الله الحقان، بقية أعضاء الجهاز الفني والإداري لنادي القادسية. هذا نواف المطيري مدير جهاز الكرة بنادي القادسية، يتواصل الأسماء وبكل تأكيد سيعود القادسية مرة أخرى إلى منصات التتويج. نعم ليس في هذه المسابقة، لكن
في النسخة القادمة. وخلال بطولات أخرى الآن رئيس نادي الكويت خالد الغانم يتقدم ويقدم هدية النادي لسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ويتقدم لاعبي أول بطولة في فترة خالد الغانم رئيسا لمجلس إدارة نادي الكويت هي بطولة كأس سمو ولي العهد. شقيقة فهد الغانم أيضا يتواجد بقية أعضاء مجلس إدارة النادي وبانتظار اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإداري. أبطال هذه النسخة، النسخة رقم 26 من منافسات بطولة كأس السمو ولي العهد، عادل عقلة واحد من أبرز الأسماء التاريخية التي لعبت للكويت، والرجل الذي حقق أيضا مجموعة كبيرة من الإنجازات والأرقام والبطولات بقميص العميد الكويتاوي، رئيس الجهاز حاليا في نادي الكويت عادل عقلة. الآن لاعبين نادي الكويت أبطال النسخة الحالية من كأس سمو ولي العهد، هذا عصام العدوى رجل الذي قدم أو حميد ميدو، وبقية الأسماء من لاعبي نادي الكويت اليوم الكل كان في الموعد، حارس المرمى حميد القلاف، صانع حسين حاكم، فهد الهاجري، مشاري غنام، العدوى، فيصل زايد، طلال فاضل، حميد ميدو، جمعة سعيد، يعقوب الطرارو، حتى البدلاء الذين شاركوا، شريدة الشريدة، طلال جاسع، حتى ومن لم يشارك اليوم، بقية الأسماء الحاضرة في كشف نادي الكويت، حارس المرمى الكندري مصعب، ريتشي عبد الله، حمزة الأحمر، فهد حمود، لوكاس سيلفا، لوكاو البرازيلي الجديد الذي ممكن أن يظهر خلال الفترة القادمة مع نادي الكويت، راضي جمال، محمد البذالي، كل هذه الأسماء اللي موجودة مع النادي من خلال هذا اللقاء شاركت وإن لم تشارك تتوج باللقب، يسجل في اسمها وفي تاريخها بأنها توجت بلقب كأس سمو ولي العهد في نسخته رقم 25، ومن خلال الفوز والانتصار على حساب نادي القادسية أعضاء الجهاز الفني والإداري أيضا بقية اللاعبين. طلال فاضل أداء كبير في مباراة اليوم، وسامي الصانع أيضا، بقية الأسماء، هذا جاسع الآن يتقدم بديل، طلال نزل في الشوط الثاني، الجهاز الفني والإداري الآن لنادي الكويت، مبروك لنادي الكويت اللقب السابع تاريخيا، يعادل رقم النادي العربي بعدد الألقاب، عربي يبتعد عن لقب هذه البطولة ولو أنه حققه للمرة الأخيرة في عام 2015 على حساب نادي الكويت بركلات الترجيح أو بعد الوقت الإضافي. هذا النهائي الخامس على التوالي بالمناسبة اللي يتواجد فيه نادي الكويت، النهائي الخامس على التوالي بالنسبة لنادي الكويت. حارس المرمى حميد القلاف الرجل الذي قدم أداء مميزا في مباراة اليوم وصنع الفارق، حديث أيضا مع إيفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم،
شاري غنام وهذا العراب البطولات الكويتاوي محمد عبد الله، انجازاته تتواصل اليوم، يحقق اللقب رقم 12 في مسيرته، علّه مع محمد ابراهيم ابرز من انجبت ساحة الكويت على مستوى التدريب، يواصل ارقامه، يواصل حضوره المتميز. محمد عبد الله يتوج باللقب الثالث على مستوى هذه البطولة بعد 2010 و 2017، اليوم في 2019 بطلا لمسابقة كأس سمو ولي العهد يعقوب الطراروة. والآن فيصل زايد صاحب هدف في المباراة الوحيد، الرجل الذي ساهم في أن يصنع الفارق ويتوج باللقب، كرة المباراة اللي سجل من خلالها الهدف، يحظى من خلالها بتوقيع سمو ولي العهد شيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لتبقى بعد ذلك للذكرى. فيصل زايد صاحب هدف في المباراة، الرجل الذي سجل وصنع الفارق وأعطى الكويت لقبا سابعا على مستوى منافسات هذه البطولة. بقية الأسماء تتقدم الآن، انتظار المبدع الرائع المميز صاحب الأداء الجميل، الرجل الذي يمتلك الكثير من الموهبة والمهارة، جمعة سعيد. جمعة سعيد شريدة أحد البدلاء أيضا هنا الآن، عبد الله البريكي واحد من الأسماء أيضا اللي قدمت الكثير خلال السنوات الماضية مع نادي الكويت. حارس الاحتياطي مصعب الكندري، القائد حسين حاكم الآن يتقدم لاستلام ميدالياته الذهبية وللسلام على راعي المناسبة سمو ولي العهد والاستلام كأس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح للمرة السابعة في تاريخ نادي الكويت. الكويت بطلا لمسابقة بطولة كأس ولي العهد، والبطولة أخرى مستحقة لعميد الاستحالة نادي الكويت الذي يواصل كتابة التاريخ ويسجل اسمه مع الكبار ويحقق اللقب السابع في تاريخه. ألف مبروك لنادي الكويت ولجماهيره في كل مكان. هذه البطولة هارد لك لنادي القادسية، على أمل التعويض بحول الله خلال مباريات أخرى وبطولات أخرى. مشاهدينا متابعينا أينما كنتم، أرجو أن أكون قد وفقت في نقل أحداث هذه المواجهة، على أمل أن نلتقي بحول الله في مباريات أخرى تجمعني وإياكم عبر تلفزيون الكويت. دمتم دوما أوفياء ودائما. We'll be right back.
لسه في صور ثانيه يا جماعه، في صور ثانيه قدام الرئيس.